متى ينتهي وقت الأضحية؟ وما رأي الشيخ في الجمعيات التي تضحي خارج المملكة؟ وقت الأضحية يبدأ من صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس في اليوم 13 من ذي الحجة، من صلاة العيد ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم 13 يوم العيد وثلاثة أيام بعد، أربعة أيام، أيام الذبح. وأما محل ذبح الأضحية فهو في البيوت، السنة أن تذبح في البيوت ويوكل، يأكل منها أهل البيت يفرحون بها، وهي نعمة وشكر لله، ويوزع على الجيران وعلى الأصدقاء وعلى الفقراء. أما أنها تروح للخارج هذا ما هو السنة. إذا بغيت تروح للخارج روح صدقة يا أخي، روح دراهم، روح كسوة، روح طعام للخارج. أما الشعائر التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فتنفذ كما جاءت. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح الأضاحي، ما كان يروحها، إنما كان يذبحها في بيته عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يذبحونها في بيوتهم، ووقتهم وقت حاجة ووقت فقر، ما كانوا يروحون تذبح الأضاحي في بلاد أخرى، هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود، إنما يكون هذا من باب الصدقة فقط، وليس هو من إقامة الشعيرة، وإنما هو صدقة من الصدقات.